شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة النائبة المحترمة وعلى السؤال وللفريق كذلك. هذا الموضوع ديال صفة المنفعة العامة كما يخفى عليكم، المرجعية القانونية هو الظاهر ديال 58 المرسوم ديال 2005 والمنشور أيضا ديال الأمانة العامة للحكومة ديال 2005. بالرجوع إلى الوثيقة القانونية ولهذه الوثائق وللمرجعية، كاينة شروط عامة يمكن لأي جمعية حققت هذه الشروط تستفيد من الفعالة العامة. هذا الملف في المرحلة السابقة كما لا يخفى دبرته الحكومة من خلال يعني مسؤولية الأمانة العامة للحكومة بشكل مباشر. اليوم الحكومة من خلال دراسة الموضوع والتفاعل مع الجمعيات خلال هذه المرحلة، فعلا هناك قناعة لدى الجميع بأن هذه الوضعية اللي نجات لنا في هذه المدة كلها من 1956 إلى اليوم، حوالي 200 وجوه الجمعية اللي عندها صفة المنفعة العامة من آلاف الجمعيات، يعني كاين خلل بكل تأكيد، تراكمات الماضي. اليوم باستقبال الآفاق لهذا الملف، أتصور أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة من مشمولات ما سيجيب عنه هو هذه النقطة هذه، وأعتقد أن إن شاء الله المخرجات تكون مخرجات ديال تطوير المنظومة القانونية من أجل إيجاد وضع أفضل. شكراً.